النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الـ nouns، الأسماء. الأسماء يا حضرات اللي هو مسميات لأشياء، لأشخاص، لأماكن. لما أقول لك المكان ده اسمه كذا، الشيء ده اسمه كذا، الشخص ده اسمه كذا، فدي اسمها nouns، أسماء. الأسماء ليها قوانينها طبعا وليها أقسامها وتصنيفاتها. في عندنا حاجة اسمها الكومن ناون، الاسم الشائع، كومن ناون الاسم الشائع. وفي عندنا البروبر ناون الاسم العلم. في عندنا الكليكتيف ناون الاسم الجمعي. وفي عندنا الكومباوند ناون الاسم المركب. وفي عندنا الكونكريت ناون الاسم المادي. ابستراكت ناون الاسم المعنوي. كاونتبل ناون الاسم المعدود. انكاونتبل ناون الاسم الغير معدود. دي اقسام الاسماء في اللغه الانجليزيه. لازم اكون عارف معلومات عنها عشان اعرف اوظفها صح. انا هعرف ازاي استخدم مع الاسم ده ميني ولا ماتش وانا مش عارف اذا هو كان معدود ولا غير معدود. ما ميني بتستخدم قبل الاسم المعدود وماتش بتستخدم قبل الاسم الغير معدود. هعرف منين الا اذا عرفت ان الاسم ده اذا كان معدود او غير معدود. لازم اعرف شويه معلومات عن الاسماء. طيب مين شاطر يقول لي ايه معرفته بالكومن ناون؟ ايه الاسم اللي نقول عليه ان ده اسم شائع، كومن ناون؟ حد عارف؟ الاسم الشائع حضرات هو الاسم اللي يطلق على اي حاجة من النوع بتاعه. يعني اي ولد في الدنيا اسمه بوي، اي عربية في الدنيا اسمها كار، اي بنت في الدنيا اسمها جيرل، فده اسمه ايه؟ كومن ناون. عكسه البروبر ناون الاسم العلم. الاسم العلم لا، ده اسم حد بعينه، اسم حاجة بعينها، اسم مكان بعينه، فده اسم علم. الاسم الشائع اي عربية اسمها كار، بس مش اي عربية اسمها هيونداي، مش اي عربية اسمها كيا. اي حد في الشارع اسمه مان، ومن، بوي، لكن مش اي حد مثلا اسمه احمد محمد اسماعيل، مش اي حد اسمه كده، ده حد معين اللي اسمه كده. الاسم الكليكتيف ناون الاسم الجمعي، حد عنده معرفة بيه؟ برافو عليك. الاسم الجمعي حضرات زي ما قالت مريم هو اسم مفرد بس يعبر عن جماعة من الناس او مجموعة من الاشياء، زي تيم فريق، زي فاميلي عيلة. برافو. وفي عندنا الكونكريت ناون الاسم المادي اللي هو ليه جسم ونقدر نلمسه ونقدر نشمه ونقدر يعني نلقطه بحاسة من الحواس. وفي الاسم المعنوي اللي هو زي الشجاعة، الحب، التعاون، الاخوة، الكلام ده. في الكاونتبل ناونز الاسماء التي نستطيع عدها، وفي الانكاونتبل ناونز الاسماء التي لا نستطيع عدها. هنمسك نوع نوع بالتفصيل. What's a noun؟ ايه هو الاسم؟ Nouns can represent a person, animal, place, idea, emotion. فكرة، عاطفة، مكان، حيوان، بني آدم، زي دوغ، زي سام، زي لاف، زي فون، زي شيكاغو، زي كارج، زي سبيس شيب. دي كلها ناونز، أسماء. ولكن القسم الأول هو الكومن ناونز والبروبر ناونز، الأسماء الشائعة والأسماء العلم. دول عكس بعض. إيه هو الاسم الشائع؟ بيقولي common nouns are words used to name general items rather than specific ones. ايه هو الاسم الشائع؟ اللي هو الكلمه اللي بتستخدم لتسميه الجنرال ايتمز اللي هي الاشياء العامه. اي شيء من الصنف ده بيتسمى الاسم ده، يبقى ده اسم شائع. مش سبيسيفيك وانز. يعني ايه سبيسيفيك وانز؟ يعني حاجات او اشياء او اشخاص محدده. كلمه سبيسيفيك يعني محدده. يبقى الاسم الشائع هو اللي بيطلق على اي حاجه من النوع ده. اي عربيه في الشارع اسمها كار، اي ولد في الشارع اسمه بوي، اي بنت اسمها girl، يبقى دي اسماء شائعة. اسماء شائعة. اما الاسم العلم proper nouns have two distinct features، فيها سمتين رئيسيتين. they name specific one of a kind، يعني بيسمي واحد من نوعه، مش كل النوع اسمه كده، لا ده بس اللي اسمه كده. and they begin with capital letters، وده اهم فرق بينها وبين الكومن nouns. الكومن nouns ما تبدأش بحرف capital الا اذا كانت في بداية الجملة، لكن الـ proper noun يبدأ بحرف كابيتال في أي مكان في الجملة.
no matter where they occur within a sentence. يعني ما يهمناش موقعها فين في الجملة. هو كده كده الاسم العلم هيبدأ بحرف كابيتال. دول الميزتين المميزتين للاسم العلم. لو لاحظت معايا الجدول اللي على اليمين ده، في هنا الكومن ناون والبروبر ناون. بسكت كومن ناون، ليه؟ لان اي بسكويت في الدنيا اسمه بسكت، لكن اوريو لا، ده نوع من البسكويت اسمه اوريو، فده بروبر ناون لازم يبدا بحرف كابيتال. ماونتن، اي جبل في الدنيا اسمه ماونتن، لكن ماونت ايفرست جبل ايفرست مش اي جبل اسمه جبل ايفرست، يبقى ده بروبر ناون. ستيت ولايه، اي ولايه في الدنيا اسمها ولايه. كاليفورنيا، لا ده ولايه واحده بس اللي اسمها كاليفورنيا، فبالتالي ده بروبر ناون. كات، اي قط في الدنيا اسمه كات، لكن توم لا، ده اللي في توم وجيري بس اللي اسمه توم. ماوس، اي فار في الدنيا اسمه ماوس، لكن مش اي فار في الدنيا اسمه جيري، فجيري بروبر ناون. اوشن، محيط، اي محيط في الدنيا اسمه اوشن، لكن انديان اوشن المحيط الهندي، لا مش اي محيط اسمه المحيط الهندي، يبقى ده بروبر ناون. بيلدينج، اي مبنى في الدنيا اسمه بيلدينج، لكن مش اي مبنى في الدنيا اسمه امباير ستيت، دي ناطحة سحاب واحدة اسمها امباير ستيت، يبقى دي بروبر ناون. عرفنا الفرق بين الكومن ناون والبروبر ناون. الكومن ناون اسم يطلق على اي حاجة من النوع بتاعه، اي عربية اسمها كار، اي جبل اسمه ماونتن، اي ولد اسمه بوي، فده اسمه ايه؟ كومن ناون. ما يبدأش بحرف كابيتال الا اذا كان في اول الجملة بس. البروبر ناون لا، اللي يطلق على حاجة سبيسيفيك محددة او حد محدد من النوع بتاعه، زي جبل ايفرست، زي كاليفورنيا، زي ايجيبت، مصر، زي ايمن، ولازم يبدأ بحرف كابيتال في اي مكان في الجملة. الاسم العلم هو اللي لازم يبدأ بحرف كابيتال في اي مكان في الجملة. طبعا هنا بيجي لك حد يقول لك طب ما في الاف الاشخاص اسمهم احمد، في الاف الاشخاص اسمهم ايمن، ومع ذلك تظل اسماء الاشخاص والبلاد والجنسيات واللغات والشهور والايام اسماء علم. طب المستر عمل لستة للاسماء العلم. طيب المستر عمل لنا لستة للاسماء العلم، قال فيها ايه؟ الاشخاص والبلاد والجنسيات والشهور والايام واللغات وكده. جه المستر نفسه اللي قال لنا كده، جاب في الامتحان جملة وبيقول لي شوف لي الترقيم بتاعها صحيح ولا لا، وعامل لي اسم محل اوله حرف سمول، وانا ما اكتشفتش الخطأ. المفروض اسم المحل اوله حرف كابيتال، ليه؟ عشان بروبر ناون اسم علم. يا مستر ما قلتش في كلامك اسماء المحلات. اقول لك انا مش عايزك تحفظ لستة وقائما، عايزك تفهم المفهوم. ايه هو الاسم العلم؟ اللي يطلق على حاجة واحدة من النوع بتاعه. اي محل في الدنيا اسمه شوب، يبقى شوب كومن ناون، اسم شائع، اسم شائع، لكن مش اي محل في الدنيا اسمه كركر او اسمه كتكوت، مش كده ولا ايه؟ المحل ده بس اللي اسمه كتكوت، المحل ده بس اللي اسمه كركر، يبقى ده اسم علم. البنت الذكية اللي قاعدة تسمع والولد الذكي اللي قاعد يسمع يقول لك يعني اسماء القصص كده برضو. ايوه طبعا. طب اسماء القصائد اسماء علم. طب اسماء المراكب يقول لك المركب دي اسمها البرنسيسة، المركب دي اسمها امير البحار، اسماء المراكب اسم علم طبعا يا فندم. لو فهمت الكونسبت بتاع الاسماء العلم هتعرف ايه هي كل اسماء العلم في الدنيا. الاسم اللي يميز حاجة دون غيرها اسم علم، الاسم اللي يميز حاجة دون غيرها، دون اللي زيها، عن اللي زيها. المركب دي اسمها اميرة البحار، المركب اللي جنبها اسمها حوت البحار، يبقى امير البحار وحوت البحار دي اسماء علم عشان ميزت المركب دي عن اللي زيها. طب المحل ده اسمه كتكوت والمحل ده اسمه مفيش مشكلة، يبقى الكتكوت ومفيش مشكلة دي اسماء علم عشان ميزت المحل ده عن المحل ده، لكن الاتنين يطلق عليهم شوب محل او ستور. وصلت الفكرة حضرات؟ الاسماء العلم لازم تبدأ بحروف كابيتال في اي مكان في الجملة، ولو الاسم العلم كومباوند يعني اسمه مركب من كلمتين او ثلاثة، الثلاثة هيبدأوا بحروف كابيتال. يعني انت كتبت اسم مفيش مشكلة، مفيش الام كابيتال ومشكلة الام كابيتال. بنك مصر، بنك مصر على فكرة ما بيتكتبش ايجيبس بانك، بيتكتب بنك مصر، وانت معدي في طريق شارع النصر بص على بنك مصر وشوفوا كاتبينه ازاي. يبقى بنك كابيتال اول حرف ومصر اول حرف كابيتال برضو، يبقى الاسم عالم لو كان مركب الاتنين او التلاتة يبدأوا بحروف كابيتال. خلاص الكومن ناونز والبروبر ناونز.
نأتي إلى الكونكريت أند أبستراكت ناونز، أسماء المادية والأسماء المعنوية. بسيطة، a concrete noun represents something that can be seen, touched, tasted, heard, or smelled. الاسم المادي اللي هو ليه جسم متشاف مسموع، ممكن يتسمع، ممكن نتذوقه، ممكن نشمه. كلمة smoke دخان اسم مادي، لأن الدخان ليه قوام ونقدر نشوفه ونقدر نشمه. بيقول لي in other words، بكلمات أخرى، a concrete noun is something you can perceive with at least one of your senses. يعني الاسم المادي هو الحاجة اللي انت تقدر تحسها بواحدة من الحواس الخمسة اللي عندك، على الأقل واحدة. لكن انت ممكن تكون شايف الحاجة زي الأكل وتقدر تلمسها وشممها وتقدر تتذوقها. يعني الأكل تقدر تعمل فيه الخمس حواس وتسمعه كمان هو بيغلي كده على النار، فاسم مادي. لكن في أسماء مادية ممكن تلقطها بحاسة واحدة، تشمها بس، تتذوقها بس، تشوفها بس كده. مديلك أمثلة طبعا على الكلام ده. An abstract noun represents a thing that is more like a concept or idea. الاسم المعنوي أو الاسم المجرد هو اسم ملهوش جسد، هو زي فكرة، زي مفهوم، زي love, integrity, democracy, friendship, beauty, knowledge. These are all examples of abstract nouns. دي كلها أمثلة على الأسماء المعنوية. في دائرتين كده عندك ظاهرين قدامك وموجودين في المذكرة. الدائرة اللي على الشمال أسماء concrete مادية، والدائرة اللي على اليمين abstract أسماء معنوية. بيقول لي which is abstract noun، ايه الاسم المعنوي هنا؟ Mike needed courage to attend the first day of school in a new town. اكيد حضراتكم هتقولوا كلمة courage، بس اللي يحل الاسئلة دي اللي بيحفظ كلمات، اللي عارف courage يعني ايه في الامتحان، لا معاك قاموس ولا معاك المستر. حفظ الكلمات مهم. اللي فاهم courage يعني شجاعة وفهم السؤال بيقول ايه، هو عايز الابستراكت ناون الاسم المعنوي، هيقول له هي courage شجاعة. لكن school ده اسم مادي، attend ده مش اسم اساسا، ده فعل. town ده اسم مادي، مدينة اسم مادي، يبقى هي شجاعة الابستراكت ناون. نأتي إلى الكاونتبل والأنكاونتبل ناونز، الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد. طبعا لو سألت أي حد فيكم إيه الفرق بينهم هيقول لي دي أسماء بتتعد ودي أسماء ما بتتعدش. طيب أنا في الامتحان أعرف منين إذا كان الاسم ده يعد أو لا يعد؟ إيه الميزان بتاعي؟ حد عارف؟ يعني أنت بتحكم إزاي إذا كان الاسم ده معدود أو غير معدود؟ ركزوا كده معايا كل الناس. هو أقرب ميزان سهل علي كطالب ما أستطيع عده وما لا أستطيع عده. تاني، ما أستطيع عده وما لا أستطيع عده. القدرة يعني أنا هستخدم ميزان القدرة، بس خلي بالك عشان ما تقولش المستر قال لي حاجة غلط. ما لا أستطيع عده، الشيء اللي أنا ما بقدرش عده في الواقع، ما عنديش القدرة على عده. زي المية، حد هيجيب لك شوية مية ويقول لك عدهم لي. بلاش الناس الفلاسفة اللي يقول لك a glass of water, two glass of water, a bottle of water. لا، انت بتعد البوتلز حضرتك. انت عشان تقول ان الشيء ده معدود لازم يجي بعد العدد مباشرة، يعني one water, two waters، اديله على افهم تخلوش يكمل. one water ايه، two waters ايه، مياية مياتين، ثلاث ميايات، انت هتهرج؟ فيش الكلام ده. يبقى علشان تقول على الاسم معدود اهو، هبص لقى واحد كان نايم في الحتة دي يجي في اخر الحصة يقول لي يا مستر ما احنا ممكن نعد اللحمة، نقول one piece of meat، قطعة لحمة two pieces. يا مستر انا ممكن اعد الرز اقول one kilo two kilos. نقول له حبيبي انت بتعد الكيلو مش بتعد الرز، بتعد البيسز القطعة مش بتعد اللحمة. عشان تعد اللحمة تقول لي one meat two meat، لحماية لحميتين. مفيش الكلام ده، مفيش. يعني شرط عشان تقول لي الاسم ده بيتعد يجي بعد 1 2 3 مباشرة، من غير ازازة ومن غير كوباية ومن غير كيلو ومن غير قطعة ومن غير شريحة. خلاص، وليه شريحة جبنة؟ يبقى ما لا استطيع عده في الواقع هو غير معدود. متفقين عليها تماما. اسأل رنيم بتعد الدخان يا رنيم؟ تقول لي لا ما اقدرش اعد الدخان يا مستر. خلاص، سموك غير معدود يا رنيم، وش كده من غير ما ندور في قواميس ولا نتعب حد ولا نسال مدرس. طيب
هنسأل مثلا ياسمين، نقول لها ياسمين بتعد المربى، بس بشرط مربايه مربايتين، مش برطمان برطمانين، خلاص مش البرطمان، ما تعدليش البرطمانات، المربى اللي جوه البرطمان دي تقدري تعديها؟ تعدي لي كم وحده مربى في البرطمان؟ لا ما اقدرش. يبقى كلمه جام غير معدود. تقدر يا محمود تعد الهواء؟ لا يا مستر، يبقى غير معدود. خلصنا من المبدا ده؟ ها الكل مركز؟ ما لا استطيع عده فهو غير معدود، خلاص وش كده اشوف الحاجه دي بقدر اعدها ولا لا؟ ما بقدرش، خلاص هي غير معدود. هتبقى معدود ليه وهي ما بتتعدش اساسا؟ يعني هنخليها احنا ليه معدود؟ مش هينفع. طيب نيجي للحته الاخطر، الحته الاخطر، ما استطيع عده في الواقع، حاجه انا بقدر اعدها، تحذر معاه ده بقى. ليه؟ لانه ممكن يطلع معدود وممكن يطلع غير معدود. انا شايف الرجل اللي حواجبه رفعت ومستغرب، يعني انا بقدر اعده ويطلع غير معدود؟ ايوه يا فندم والله، زي ماني، زي بريد، زي العيش، زي الفلوس، حاجات كتير حضرتك بتقدر تعدها وتلقى مدرس الانجليش يقول لك ايه؟ لا الكلمه دي غير معدود. احنا بنتعامل مع الكلمات، خلي بالك. طب تعالوا نفسر مع بعض ازاي انا بستطيع عده ويطلع غير معدود. المفروض انا بقدر اعد الكراسي، فطبيعي كلمه شير معدود، فعلا معدود. بقدر اعد تلفزيونات، فكلمه تلفزيون معدود، فعلا. بقدر اعد العربيات، فكلمه كار معدود، فعلا. طب انا بقدر اعد الفلوس، لكن كلمه ماني غير معدود. يبقى انا كده استطيع عد الشيء، بعد الفلوس، بس كلمه ماني غير معدود. ليه؟ عشان لا تستخدم في العد. مش هي الكلمه اللي بتعد بيها انت، انت بتعد الفلوس بايه؟ بتقول 1 ايه؟ 1 باوند، 2 باوندز، بتقول جنيه جنيهين، 3 جنيهات، بتقول 1 دولار، 2 دولار، 3 دولار، دولار دولارين، 3 دولارات، ما بتقولش 1 ماني، 2 ماني، 3 مانيز، فلوسه فلستين، 3 فلوسات، ما بتقولش كده. دي الحكمه بقى يا حضرات، ان الشيء اقدر اعده لكن الكلمه غير معدود، لان انا بعده بحاجه ثانيه، بكلمه ثانيه، زي كلمه بريد عيش، زي كلمة عيش بريد، انت بتعد العيش، ووالدتك بتقول لك وهات لنا وانت جاي، هات لنا وانت جاي 10 ترغفة، ما بتقولكش 10 عشات. يبقى كلمة بريد خبز عيش، بس ما بتستخدمش في عد العيش. العيش اقدر اعده، بس بعده بكلمة لوف رغيف، لوفز ارغفة، مش بعده بوان بريد تو بريدز. بدل ماني بعد بالباوند، بالجنيه او بالدولار، ده مش لفظ تجزئه. بدل بريد بعد بالرغيف، ده مش لفظ تجزئه. لفظ تجزئه لما اقول قطعه قطعتين، عنصر عنصرين، برطمان برطمانين، ازازه ازازتين، دي الفاظ تجزئه. كيلو 2 كيلو. يبقى ما استطيع عده، نحذر معاه. ليه؟ لان انا ممكن اكون بقدر اعده ويطلع في الاخر غير معدود، للهدف اللي احنا قلناه، للحكمه اللي احنا قلناها دي، تمام. يبقى الميزان ده ممكن يسهل عليا الامور، بس زمايلكم اللي تكلموا صح. زميلتك قالت الاسم اللي ليه مفرد وجمع فهو معدود، فعلا اللي ليه مفرد وجمع يتعد، لان احنا عايزين مفرد بعد 1 وجمع بعد بقيه الاعداد. بقول 1 بوك، 2 بوكس، 3 بوكس، وهكذا. المعدود يا حضرات، المعدود ينفع يجمع، الغير معدود ما ينفعش يجمع، ليه شكل واحد بس، زي information. المعلومة الواحدة أقول عليها information، عدة معلومات أقول عليها information برضو. طيب نقدر نجمل الغير معدود في عدة فئات، احنا هنستخدم كل ده بحيث انه يساعدنا. يعني المبدأ اللي مصر قال عليه مع المفرد والجمع، مع اللي قالت عليه رنيم، كل ده هنستخدمه عشان يساعدنا. رميم قالت حاجات ايه؟ في فئات تعتبر غير معدود زي الايه؟ السوائل، الغازات، المساحيق، الحبيبات، ما ليس منه الا واحد، الاسماء المعنوية. دي فئات كلها غير معدود. السوائل حضرتك مش عمرك ما هتعد حاجة سايلة. طيب
المستر قال لي ووتر اويل فينيجر، الميه والزيت والخل، وكمان ضاف لي عليهم صوب الشوربه وجوس العصير. بتاع الامتحان ساب ده كله وجاب لي بلاد. الطالب التعبان يقول ايه؟ ما خدناهاش. الطالب الذكي يقول لك ما ده سائل، بلاد الدم، الدم ده سائل، هعده ازاي؟ فيبقى عنده ميزان بيعمل بيشغل بيه، عنده ربط عقلي. المستر قال السوائل، خلاص اي حاجه سائله حضرتك، مش لازم الامثله اللي انا اديتها لك، العصير والشوربه والكلام ده. بتاع الامتحان حر، انت حفظت المبدا او فهمت المبدا، انت فهمت المبدا. الغازات اي حاجه قوامها غازي، زي الهواء، زي الدخان، زي اكسجين، زي كربون ديكسيد، ثاني اكسيد الكربون، الاكسجين، النيتروجين، الكلام ده كله. المساحيق اللي قوامه مسحوق، زي الدقيق، فلاور اف ال او يو ار، مش فلاور ورده، فلاور دقيق، زي سيمنت، الاسمنت، اي حاجه مسحوقه، اي حاجه فيها كلمه باودر، تمام، بيكنج باودر، جاب لي في الامتحان بيكنج باودر. طب انت مش حفظت النهارده كلمه بيكر خباز؟ بيكر خباز، او انت حفظها من زمان طبعا، وبيك يخبز. طب بيكنج باودر يعني بودره حضرتك بتاعت الخبيز او خميره او حاجه زي كده يعني. فاي حاجه فيها باودر يبقى مسحوق، يبقى ما تتعدش. الحبيبات اي حاجه متكونه من حبيبات صغيره، زي الرز، العدس، الملح، الشاي. بتاع الامتحان ساب ده كله اللي قاله لك المستر، المستر نسي ما يقول لك ساند، الرمله، فراح جيبها لك بتاع الامتحان. انت خلاص فاهم المبدا، دي حبيبات زيها زي الرز وزيها زي الملح، هعدها ازاي يعني؟ طيب ما ليس منه الا واحد، يعني ايه؟ يعني حاجه ما فيش منها اتنين في الدنيا، هتعدها ازاي؟ واحد بيقول لك وان ارابيك، اوعى تخليه يكمل، هتبقى بترتكب جريمه في حق اللغه. هيقول لك تو ارابيكس، طب جبتها منين التو ارابيكس دي؟ هو في تو ارابيكس في الدنيا اساسا عشان انت تعمل كده؟ دي حاجه ما فيش منها غير حاجه واحده بس، زي اسماء المواد الدراسيه. واحد بيقول لك امبارح خدنا حصه اتنين انجليش، ازاي اتنين انجليش يعني؟ هي انجليزي واحد في الدنيا، انجليزي واحد. زي الرياضات، واحد يقول لك وبلاي تو كاراتيز، وبلاي تو كاراتيز يعني ايه؟ لعبت تو كاراتيز انت حضرتك، كاراتي اللي هو الكاراتيه، هتقول وان كاراتي، كاراتيه، تو كاراتيز انت بتعد اكياس كاراتيه. رياضه الكاراتيه حضرتك ما فيش منها غير واحده، تمام. ما هي الاسماء العالم طبيعي ما بتتعدش، اسماء العالم طبيعي ما بتتعدش، خلاص. مش هقول تو ايمنز، مش هقول وان ايمن، تو ايمنز، ثري ايمنز، ما فيش الكلام ده. ولو ان برضو اللغة زي ما بقول لحضرتك ستايلز في الأول وفي الآخر. أحيانا بعض الأسماء العالم بنجابلها جمع، يعني يقول لك مثلا إيه؟ I visit my family أو my parents on Fridays، في أيام الجمعة، يعني كل جمعة، فدي ممكن نجبلها دي. لكن five ايمنز أقول I met five ايمنز، ما ينفعش five ايمنز. فالأسماء العالم طبيعي one nile two niles، جبت النايل التاني منين؟ يعني إيه one nile two niles؟ جبت النيل التاني منين أنت؟ يا ريت عندنا اتنين نيل يا سيدي، تمام. وهكذا. يبقى ما ليس منه الا واحد، دي فهمناها. الاسماء المعنويه دي بالعقل، مش محتاجه مدرس، هتعد الشجاعه اللي عند حد، هتعد الحب اللي عند حد، يقول لك عد لي الواد عنده كم شجاعه والواد عنده كم شجاعه، مفيش الكلام ده. الاسماء المعنويه لا تعد. طيب نيجي لكلمه لاجج اللي معرفناش هي ليه، طب غير معدود، هي مش تبع التصنيفات دي ولا ايه؟ لا تبع التصنيفات دي. هقول لك ليه كلمة لاجج غير معدود. الاسم الذي يعبر عن أشياء مختلفة، مش زي بعض يعني، وليها أسماء، لها مسميات. أشهر كلمة، كلمة فرنتشر، عفش البيت. ليه كلمة فرنتشر غير معدود؟ كلمة فرنتشر غير معدود عشان حضرتك بتعبر عن سراير، كراسي، دواليب، ترابيزات، كنب. فانا لما اجي اعد عفش البيت مش هعده بالكلمه دي ولا ايه؟ هقول وان فرنتشر، تو فرنتشر، عفشاي، عفشيتين؟ لا، هقول سرير، سريرين، ثلاث سراير، كرسي، كرسيين، ثلاث كراسي، مش هقول عفشاي، عفشيتين، ثلاث عفشات. كلمه فرنتشر السبب انها غير معدود في انها عبرت عن اشياء مختلفه، والاشياء دي لها اسماء بتتعدي بيها، زي كلمه لاجج. وصلنا كده يا رنيم لكلمه لاجج. لاجج وباجج تطلق على الأمتعة بتاعت السفر،
طب ممكن تكون واخد باجز ساكس بوكسز، ممكن تكون واخد صناديق كراتين شوايل زلعه واخد شنط، فدي كلها اسمها لجج. لو واحد ماسك سره هدوم في ايده كده لففهم فوق ماشي اسمها لجج. طب انا هعد اللجج اللي مع المسافر ده ازاي؟ مش هقول وان لجج تو لجج، لا مفيش لجج اساسا، مش عايزه تتنطق هي عشان مفيش، هي وان باج تو باج ثري باجز، وان ساك تو ساك ثري ساكس، وان بوكس تو بوكس، نفس مبدا كلمه فرنتشر. تمام. تاني اخر حته حضرات اللي هي الاسم الذي يعبر عن اشياء مختلفه لها مسميات. كلمه فرنتشر بتعبر عن حاجات كتير مختلفه عن بعض، الترابيزه والكرسي والسرير والدولاب والحاجات دي بتتعد بالاسماء دي، وان بيد تو بيدز، وان تشير تو تشيرز، مش وان فرنتشر تو فرنتشر. نفس الكلام كلمه لاجج. مين يديني مثال زيهم زي الكلمتين دول؟ فبدي انا مثال ميك اب، مكياج. المكياج نفس المبدا، حضرتك عمرك ما هتروح للراجل تقول له اديني تو ميك ابس، اديني مكياجتين كده، هيديك بس في وشك، هيمكيجك بمعرفته هو، هيديك بوكسين في وشك يعمل لك بقى الاحمر والاخضر والازرق، لان انت عمرك ما هتقول له اديني تو ميك ابس، انت هتقول له اديني تو اي لاينرز. ليها اسماء الحاجات دي انا مش خبير فيها يعني، ولكن اعرف في حاجه اسمها اي لاينر، في حاجه اسمها ليبستيك، الكلام ده. فمش هتقول له اديني تو ميك ابس، هتقول له اديني تو اي لاينرز. برافو المثال، برافو مثال ايكويبمنت صح، ومثال ميديسن صح. ميديسن الادويه انت مش هتروح راجل تقول له اديني دوايتين، هتقول له اديني تو بوتلز اوف كوفينج ميديسن مثلا، اديني تو انجكشنز، تو تيبس، تو تابلتس، حبيتين، شريطين، حقنتين، ازازتين، مش هتقول له اديني علاجتين، اديني دوايين. فكلمه ميديسن زي كده، كلمه لا تولز، لا تولز لا، لان في تول وفي تولز، ليها مفرد وليها جمع. ما اسماء الماضي الخام داخله في ما ليس منه الا واحد، هي في ماده خام اسمها جولد، ماده واحده، ماده خام واحده اللي هي الذهب، يبقى ما ينفعش اقول وان جولد تو جولدز، ما هي داخله في الحته دي يا ياسمين، ما ليس منه الا واحد زي اسماء الماضي الخام كده. تمام. جولري، برافو عليك، مثال قيم جدا ومثال غالي جدا، الجرام منه بحاجه، برافو. جولري مجوهرات، مفيش حاجه اسمها جولريز، لان المجوهرات دي عقد وسلسله وخاتم وانسيال برافو عليك، المثال جيد جدا، مش جيد لا، ممتاز، مثال ممتاز، جولري، برافو. تمام، يعني فهمت النقطه دي حضرات؟ ورك برضو يعتبر زي كده، برافو. لا سرير معدود، لا فاميلي معدود، فاميلي فاميليز، اللاجج بتساوي باجج، اه بس بي اي مش بي يو. بيبل لا، بيبل معدود، المفاجاه، المفاجاه ان بيبل معدود. خلي بالك كويس ان انت قلت كده يا انسه، كويس خالص ان انت غلطتي الغلطه دي، يعني انت غلطتي غلطه بس فتينا كتير، رغم ان كلمه بيبل لحضرتك غير معدود بيعامل معامله المفرد، لما قلت the furniture is مش are، the luggage is مش are، the makeup is مش are، الغير معدود يعامل معاملة المفرد، لكن people بتعامل معاملة الجمع، police بتعامل معاملة الجمع رغم ان ملهاش جمع، بس هي جمع، هي جمع مجازي من man و women و girl، هي تعتبر الجمع بتاعهم، فلذلك كلمة people رغم ان ملهاش مفرد مباشر، ولكن هي جمع وبتتعامل معاملة الجمع مش بتتعامل معاملة الغير معدود. كلمة people وكلمة police تمام؟ بيتعاملوا كجمع ما بيتعاملوش كمفرد. كلمة food طعام المفروض غير معدود، وكلمة medicine دواء المفروض غير معدود، ولكن دي لغة أحيانا بنلاقيها foods وأحيانا بنلاقيها medicines أحيانا. بص يا فندم، الغير معدود اللي المستر شدد عليك وقال لك دي كلمة لا تعد ملهاش جمع، بس لقيتيها في كتاب محترم، كتاب محترم، مش ذا بيست والمعاصر وجيم، لا كتاب محترم، كتاب قواعد من بلاده، لقيتيها جايه معدود، او في قصه كاتب انجليزي كاتبها لقيتيها معدود ميديسنز، ما تستغربش،
دي معناها different kinds of medicines. Different kinds of medicines. أنواع مختلفة. بقول لك I visited him when he was ill. زرته لما كان عيان. And I found many medicines next to his bed. وجدت أدوية كتير عديدة جنب المكتب بتاعه أو جنب سريره. فدي معناها different kinds of. نفس الكلام بالنسبة للفودز. لما أقول إيه؟ Several foods. أطعمة عديدة. طب هي food لا تعد. ازاي بتقول several بتاعة المعدود وفودز جميع حالي. يعني أنواع مختلفة من الطعام. ده في قصة كانت زمان في تلت اعدادي حضرات اسمها Journey to the Center of the Earth. رحلة إلى مركز الأرض الجول فيرن. كان كاتب فيها Waters. Waters. كان جامع كلمة ووتر الكاتب. بس طبعا كان موقف قصصي والمية دي كانت تحت الأرض في باطن الأرض. فهو يعني عايز يوصل لنا انها ممكن تكون نوع مختلف عن انواع المية اللي احنا نعرفها. فده سياق قصصي ما اقدرش اقيس عليه واقول ان دايما ووتر ممكن تجمع. لا. كان في قصة في تانية ثانوي اسمها جاليفرز ترافلز. رحلات جاليفر. جاليفر الشخصية الاساسية عمل 4 رحلات. منهم رحلة كان هو قد ازازة الكاكولا والناس عمالقة. فالرجل العملاق شال جاليفر على ايده وقربه من وشه. فجاليفر بيقول ايه؟ his hairs. his hairs. ايه ده؟ ده كلمة هير عمرها ما تجمع لانها غير معدود شعر. انا عد الشعر. هعد الشعر مش ممكن. مش ممكن. فهي غير معدود كلمة هير. طب ازاي الرجل ده جمعها وقال هيرز؟ موقف معين. واحد صغير خالص والتاني كبير ضخم جدا. فالصغير شايف شعر التاني شعرايا شعرايا. شايفها ده حتى شبهنا بافرع الشجر. فبالتالي ده موقف لا يقاس عليه. ده موقف لا يقاس عليه. ولكن كلمة هير ممكن ألقاها أهير شعرايا. طب ليه مستر ده الغير معدود استحالة ياخد أو أن وانت بتقول هير غير معدود. فإمتى تاخد إزاي؟ في مواقف بقولك مثلا نفض كتفك في شعرايا على كتفك. مش في مجموعة شعر. أنا عايز أقولك شعرايا واحدة على كتفك شايفها نفض كتفك. أو مثلا بقولك ما تاكلش في المطعم ده. كل ما روح أكل فيه ألقى شعرايا في الشوربة. شعرايا واحدة في الشوربة. مش يبقى هير. ليها استثناء هنا الكلمة دي. الكلمة دي ليها استثناء في الغير معدود. إنها ممكن تاخد في سياق معين. لكن جمع لا. هيرز لا. ما نجسش على جاليفرز ترافلز. طيب في كلمات حضرات تنفع معدود بمعنى وتنفع غير معدود بمعنى تاني. مين يقول لي زي ايه؟ لا فيش معدود. فيش لها جمع اللي هو فيش او فيشز. الاتنين صح. سمكة فيش. سمك فيش او فيشز. برافو عليك مارجريت. مارجريت بتقول لنا ايرون. الكلمة دي لو معناها حديد خامة الحديد تبقى غير معدود. لو معناها مكوة تبقى معدود طبعا. جلاس برافو عليكي الاء. برافو الاء. الاء قالت جلاس. جلاس لو معناها خامة الزجاج تبقى غير معدود. لو معناها كوباية تبقى معدود. برافو. مين عنده مثال تاني؟ فرخة تشيكن. ياسمين برافو ياسمين. ياسمين بتقول ايه كلمة تشيكن؟ كلمة تشيكن لو معناها أكلة فراخ انت قصد بيها كده يبقى غير معدود. طب لو قصدك فرخة مربيها في البيت او فرخة شاريها من السوق تبقى معدود. ايه تاني؟ غابة وخشب. برافو عليك ياسمين للمرة التانية. وود. وود لو معناها خشب تبقى غير معدود. لو معناها غابة تبقى معدود. برافو. كلمة ورك كلمة ممتازة في ان انت تذكريها. كل الناس تسقف لياسمين يا حضرات. برافو عليك. اكسلنت. كلمة ورك يا حضرات عمل. لو هي قصدك بيها الشغل العادي اللي هو my work انا بروح شغلي الساعة كذا باجي من شغلي الساعة كذا يبقى هي غير معدود. لكن لو معناها عمل فني عمل ادبي عمل هندسي تبقى معدود. اقول لك the works of نجيب محفوظ. the works of نجيب محفوظ اعمال نجيب محفوظ. the works of حسن فتحي اعمال المهندس حسن فتحي عليه رحمة الله. أعمال المهندس حسن فتحي. يبقى لو عمل فني
عمل أدبي، عمل هندسي، يبقى works معدود. نشكر ياسمين على المعلومة القيمة دي، برافو عليكي. وكلمة play لو هي معناها يلعب طبعا مش هيخش معنا، هو معدود وغير معدود، لأن المعدود وغير معدود بتاع الأسماء بس، هو فعل يبقى غير معدود طبعا، لكن play مسرحية هي معدود. ممتاز. chocolate وcandy برافو عليكي. الكلمات دي لو هي بتتكلم على الحاجة general بشكل عام تبقى غير معدود، لكن لو هي بتتكلم على قطع منها تبقى معدود. يعني كلمة candy معناها الحلوى عموما، والchocolate الشوكولاتة عموما، لكن لو قلت he gave me some chocolates يبقى وداني شوية قطع شوكولاتة من غير ما اذكر كلمة قطع. he gave me some candies يعني اداني شوية بنبوني من غير ما اذكر كلمة قطع من اللي الحلوى. برافو عليك، برافو عليك روان ياسر، برافو. paper، paper لو جريدة معدود، paper لو خامة الورق غير معدود. واحيانا كمان يا روان paper تعني بحث علمي، paper احيانا تدي بحث علمي او ورقة امتحان، في الحالة دي تبقى معدود برضو. لكن لو بمعنى ورق، خامة الورق، انت حضرتك يمكن بتغلط وتقول لزميلك give me a paper، اديني paper. لا، مفيش حاجة اسمها اديني ورقة، اديني paper. لا كده انت بتقول له اديني خامة الورق، امال اقول له ايه؟ give me عايز ورقة من كراسة اللي جنبي، شيت. برافو عليك، وبرافو شاهد محمد في كلمة light. بس اركز على المعلومة بتاعت روان الاول، a sheet of paper يعني صفحة من الورق، a sheet of paper. برافو عليك، وبرافو شاهد محمد بتقول لنا كلمة light. light لو معناها الضوء، الضوء لا يعد. طب لو معناها لمبة، لا اللمبة تعد. برافو، تمام، كفاية كده الموضوع ده خد حقه وزيادة. الله ينور عليكم. يبقى فهمنا ايه هو المعدود وايه هو الغير معدود. طيب الكلام ده حضرات هيأثر معانا فيما بعد لما نيجي نشرح ميني وماتش وفيو وليتل، ونقول لك دي للمعدود ودي الغير المعدود، ونبص نلقى واحدة كانت غايبة الحصة اللي شرحنا فيها النهاردة دي الكلام ده، او كانت نايمة يا مستر، يعني انا اعرف منين انها معدود عشان اخد ميني ولا غير معدود اخد ماتش؟ ساعتها ماتش على الوش على طول، لان حضرتك احنا مهدنا للكلام ده، كل ده حضرتك تمهيد لما هو قادم. خلاص، تمهيد لما هو. لو ما فهمتش الكلام ده وما ذكرتوش كويس، ما هو قادم هيكون صعب بالنسبه لك وغير مفهوم بالمره. فخلي بالك، افهم يعني ايه معدود ويعني غير معدود عشان تسهل علينا الحصص القادمه. ناتي للكولكتيف ناونز، الاسماء الجمعيه. خلي بالك، مش الجمع، مش الجمع. ايه هو الاسم الجمعي؟ نحط له تعريف الاول عبد الرحيم علشان الناس ما تحفظش كلمة ارمي وكلمة جروب وكلمة كلاس، ولو جالهم في الامتحان حاجة غير كده ما يعرفوهاش. ايه هو الاسم الجمعي؟ اسم مفرد، مش جمع، مفرد وله جمع، يعني ليه جمع، يعبر عن جمع، يبقى هو اسم مفرد بس بيعبر عن جمع. اسمه مفرد بس بيعبر عن جمع، زي اشهرهم كلمة تيم. كلمة تيم ليها جمع اللي هو تيمز، يبقى تيم اسمه مفرد. بس في كرة القدم 11 لاعب، 11 لاعب مجموعة من الناس، يبقى ده اسمه كولكتيف ناون، اسمه كولكتيف ناون. مدي لك انا امثلة كتير على الكولكتيف ناونز لانه موضوع مهم جدا جدا جدا. كلمة حضرات كلاس، فصل، هو فصل واحد مفرد بس الفصل ده مجموعة من الطلبة. أرمي جيش، هو جيش واحد بس متكون من جنود وضباط ودنيا. كير كورال، كورال واحد بس مجموعة من مغنيين. كرو طاقم من البحارة، طاقم من الطيارين. باند فرقة موسيقية. جانج عصابة. جروب مجموعة، يعني احنا جروب واحد، احنا جروب السبت الساعة 9، احنا جروب واحد بس في نفس الوقت احنا فوق 70 واحد، يبقى كلمة جروب عبرت عن مجموعة من الناس. تيم ستاف، لمجموعة العاملين في مكان او طاقم الموظفين. ترايب قبيلة، وفاميلي طبعا معاهم. بالنسبة للحيوانات هيرد قطيع، الناس هتحفظ الكلمات دي حضرات. Army of Ants، كل يعني فصيلة من الحيوانات حضرات بيستخدم معها كلمة معينة بمعنى قطيع أو سرب، فنقول مع الغزلان A herd
of deer, قطيع من الغزلان. An army of ants, مستعمرة من النمل. A hive of bees, خلية من النحل. A flock of birds, سرب من الطيور. A troop of lions. هيستغرب عبد الرحيم، هيقول لي troop، troop يعني قوات، قوات تابعة للجيش. فيعني ايه troop of lions؟ معناها قطيع من الأسود، بس عشان فيه القوة فبيقول عليه troop. A team of horses، الخيول كده ايه شيك ولذيذة، بنقول عليها team، فريق من الخيول. A pack of wolves، قطيع من الذئاب. A zoo of wild animals، قطيع من الحيوانات البرية. ونضيف عليهم حاجة مهمة جدا هتستغرب لها جدا عبد الرحيم. A school، أكيد هتقول of students، لا. Of girls، لا. أنا هكتبها تحت الانيمالز. طب of boys، برضو لا. A school of، الله عليك قريبة، لا مش قطط، آلة الحيتان قريبة، fish. برافو عليك غادة رجب. A school of fish. يا مستر انت مركز معانا ولا بتعلمنا حاجات غلط ولا ايه بنظامك بالظبط؟ اقول لك لا مركز جدا وبعلمك حاجات صح جدا. A school of fish يا فندم، سرب من السمك. ازاي؟ ما نعرفش، هي كده. A school of fish، مجموعة من السمك او سرب من السمك. A school of fish. ما تلومش غير نفسك لو نسيتها وجات لك في الامتحان، ما تلومش غير نفسك. طيب نيجي هنا. A group of islands، مجموعة من الجزر. Galaxy، مجرة. Fleet، أسطول. Forest، غابة. Library، مكتبة. Bouquet اللي هو مجموعة من الورد. Bunch يعني مجموعة من المفاتيح. كل الكلمات اللي أنا حطيت عليها دوائر دي هي اللي اسمها collective nouns، يعني أسماء جمعية، اسم مفرد بس بيعبر عن مجموعة. طب وإيه الدوشة دي؟ إحنا لازم نعرف الكلام ده، ما هو اسمه خلاص، لازم أعرف تيم دي اسم جمعي collective noun يعني. ما هو هنا في مشكلة يا فندم، الفعل وراهم هيجي مفرد ولا جامع؟ هتقول حضرتك A troop of lions is ولا are؟ هتقول حضرتك A class is ولا are؟ هتستخدم اسم مفرد ولا جامع؟ برافو عليك، برافو عليك. بس أنا عايز أقول معلومة في الأول علشان إيه ما نختلفش بعد كده، وأبص على الجروب في صياح. موضوعنا الكوليكتيف ناونز يا حضرات، مهم جدا تعرف إن الاسم ده هو كوليكتيف ناون عشان تتعامل معاه كمفرد ولا جمع. إزاي؟ الأمريكان، خلي بالك عشان ما يحصلش صياح على الجروب، الأمريكان بيريحوا نفسهم وما بيفكروش في النقطة دي خالص وبيعاملوه مفرد دايما. خلصنا في الأمريكان؟ الأمريكان كده. البريطانيين لا، يقول لك حسب السياق، أنت بتتكلم عليه كيونت ولا بتتكلم عليه كأفراد؟ لو انت بتتكلم على الافراد يبقى هعامله جمع، لو انت بتتكلم عليه كيونت يبقى هعامله مفرد. ازاي يعني؟ لو انا قلت بالعربي الفريق تم تسجيله في البطوله، سجلنا اسم الفريق في البطوله، هقول ايه؟ ذا تيم از او ذا تيم ووز؟ هقول ذا تيم ووز ولا ذا تيم وير ريجسترد؟ ذا تيم ووز، اه انا سجلت اسم الفريق النادي الاهلي، ما سجلتش محمد شريف وقفشه والشناوي، انا سجلت النادي الاهلي. طب لما اقول لك الفريق عزم على العشاء امبارح، الفريق عزم على العشاء، ما انا ما عزمتش اسم النادي الاهلي، انا عزمت شريف وقفشه والشناوي، يبقى هنا وير انفايتد. ده البريتش. الامريكان لا، الاثنين ووز، انا بتكلم على البريتش اللي هنتعامل بيه في الامتحان، تمام. طيب لما اقول لحضرتك واحد بعت لي يا مستر انا مش في الجروب ليه، بنقول له والله الجروب اتحذف، الجروب اتحذف، مفرد ولا جمع؟ بالظبط يا نوران، مفرد. طيب الجروب عمل الواجب، الجروب عمل الواجب، مفرد ولا جمع؟ ده جمع بقى، لان اللي عمل الواجب الناس اللي في الجروب، يبقى ده جمع. ده وضحت الفكره امتى وامتى؟ هي الموضوع صعب مش سهل، انا عارف في جمل كتير هيحصل لك لخبطه فيها، عايزه سنس كده وعايزه تذوق، عايزه ترجمه دقيقه للجمله، عايزة ترجمة دقيقة. الناس اللي ما بتحفظش كلمات، ترجمة دقيقة للجملة علشان تفهم هو بيتكلم عليها كيونت ولا بيتكلم عليها كأفراد. واحد بيقول لك ياسمين عيلتي من أحسن العائلات في مصر، مفرد ولا جمع؟ عيلتي
من احسن العائلات في مصر. مريم احمد بتقول مفرد، نوران بتقول مفرد، ياسمين مفرد، شيماء مفرد، تمام الله ينور. طب واحد بيقول لك عيلتي اغنيه، عيلتي اغنيه، مفرد ولا جمع؟ جمع، برافو عليكم. وصلت الفكره؟ تمام، ده اللي هنشتغل بناء عليه. طبعا كلمه جفرنمنت برضو انا مش جايب لك كل الاسماء الكولكتيف ناونز، لكن في كلمه جفرنمنت حكومه برضو كولكتيف ناون، لانها ممكن تعامل مفرد وممكن تعامل جمع على اساس الاشخاص المكونين، على اساس الاشخاص المكونين لهذه الحكومه، اودينس جمهور، تيم فريق، كوميتي لجنه، فاميلي عائله، كلاس فصل. دي نماذج للكولكتيف ناونز. اخر حاجه النهارده ان شاء الله، بيقول لي خلي بالك sometimes nouns are used as adjectives، احيانا الاسماء بتستخدم كصفات. لما يجيب لك اسمين ورا بعض يبقى الاولاني صفه للثاني، which is referred to as a noun adjunct، بنسميه كده noun adjunct. تمام، ارتباط كلمات مع بعض، الاولى شغاله صفه للثانيه. In fact English is amazingly flexible، وده اللي انا عايزك تؤمن بيه تماما. في الواقع الانجليزي مرن بشكل مذهل. In that almost any noun can also be used as an adjective، اي اسم ممكن يستخدم كصفه. لما اقول، عشان ياسمين هتقولي مش فاهمه، chicken soup، chicken soup، شوربه فراخ، هنا chicken صفه للسوب، صفه للشوربه. لما يجي اسمين بهذا الشكل يبقى الاسم الاولاني صفه للتاني. ما هو لو كان التاني ملك الاولاني كنا حطينا بصر في اس الملكيه، مفيش هنا ملكيه، ده انا بصف الشوربه ان هي مش شوربه لحمه، دي شوربه فراخ مش شوربه خضار. بلاستيك سبون، ملعقه بلاستيك صفه، لما احط المادة الخام قبل الشيء يبقى هي صفه لي. ريلوي ستيشن، محطه سكه حديد، يبقى ريلوي صفه لكلمه ستيشن. اي اسئله؟ ايوه زي شاي الظهيره، برافو عليك. تمام، اي اسئله حضرات؟ تمام حضرات معايا؟ تمام. السؤال الاول بيقول جورج واشنطن is an example of a او an a common noun ولا proper noun ولا concrete noun ولا abstract noun. جورج واشنطن ده مثال على ايه؟ ريمو اسراء وجوليا بي proper noun، اسم علم، برافو عليكم. جورج واشنطن اسم علم، برافو. السؤال الثاني، government is an example of a او an. كلمة government هي مثال على compound noun ولا possessive noun ولا concrete noun ولا abstract noun. compound noun ازاي؟ اسمه مركب ازاي؟ government حكومة. لا ثواني، الcompound noun حضرات الاسم المركب هو الاسم اللي متركب من كلمتين او ثلاثة، اسم مركب، اسم متركب من كلمتين او ثلاثة. الكومباوند ناون الاسم المركب من كلمتين او ثلاثة، زي مثلا موتور سايكل، موتور سايكل يعني موتوسيكل، خلاص. زي مثلا كلمة برينتر، برينتر كارتريدج، كارتريدج اللي هي حبارة الطبعة. زي مثلا father in law، الحمى. دي اسمها اسماء مركبه حضرات، compound nouns، لانها متركبه من كلمتين. احنا ركبنا دي من كلمه موتور وسايكل فاصبحت كلمه واحده، فيطلق عليه compound noun. والثانيه printer cartridge، الطبعه بتاعت الحباره بتاعت الطبعه، فده اسم مركب. والثالثه father in law. بس تلاحظ ايه في الاسماء المركبه؟ في كلمه بتتكتب ككلمه واحده، يعني الكلمتين بيضموا على بعض ويتكتبوا ككلمه واحده، وده بنسميه closed، اسم مركب مغلق. وفي كلمتين بيتكتبوا في بينهم سبيس، مسافه، كانهم كلمتين منفصلتين رغم انه اسم مركب برضه، وبنسميه open، اسم مركب مفتوح. وفي اسم مركب تبص اللي بين العناصر بتاعته شرطة صغننة بنسميها هايفن، هندرسها السنة دي الهايفن دي، فده بيسمى هايفنيتد، يعني محطوط له هايفن.
يبقى الاسم المركب هو الاسم اللي بنكونه من كلمتين او ثلاثة. بيتكتب ازاي؟ closed او open او hyphenated. هتقول لي انا هعرف منين اكتبه كده ولا كده ولا كده؟ من خلال حفظك للكلمات، تكون مركز مع الاسماء المركبة بتتكتب ازاي. فيها hyphen اللي هي الشرط الصغننة، ولا مفهاش بس في مسافة بين الكلمتين، ولا بتتكتب ككلمة واحدة. هل government هنا اسمه مركب؟ ده بتركب ازاي؟ من govern ومنت. منت مش كلمة، منت ده suffix، مجموعة حروف مش كلمة، فمش اسمه مركب. ده يا فندم concrete noun. انت مش بتشوف الحكومة ولا ما بتشوفهمش؟ بتشوف المحافظ، ممكن تشوف الوزير. concrete noun اسم مادي ملموسة الحكومة متشافة، فاسم مادي، لكن مش compound، مش possessive، مش abstract. the plural of father in law. father in law يعني حما، ابو الزوج او ابو الزوجة، الحما. جمعها ايه؟ ده اسم مركب. اجمعه ازاي؟ father in law. fathers in law ولا fathers in law ولا father in laws ولا fathers in laws؟ اكيد مش fathers in laws يعني. اكيد fathers in law، بجمع الجزء الرئيسي فيها، مش حرف الجر بتاعها، مش الملحق بتاعها. fathers in law. برافو. cities is an example of a. كلمة cities شوف مكتوبة ازاي، خلي بالك، شوف مكتوبة ازاي. singular noun، plural noun، singular possessive noun، plural possessive noun. برافو على الناس اللي بتقول plural possessive noun. اسم جمع مالك. cities اسم جمع مالك. ليه؟ حضرتك عشان تعمل الملكية من المفرد بتضيف له apostrophe s. ملكية الجمع، الجمع already فيه s، فبتعمل له ملكيته بان انت بتحط الاباصر في بعد الاس وما بتحطش اس الملكيه. طب لو الجمع ده غير منتظم زي من رجال، بتعمل لهم الملكيه منز. بمعنى عشان الانسه اللي بتقول مش فاهم، لو انا عايز اقول حجره المدرس فهقول ايه؟ the teachers. teacher مدرس واحد، يبقى هو كده عادي ما فيهوش اسات، واحط الاباصر في اس بتاعت الملكيه واقول روم، يبقى دي ترجمتها حجرة المدرس. لكن عايز اقول حجرة المدرسين، يبقى المدرسين جمع، فهتبقى the teachers اس الجمع مكتوبة في اخرها. او ما انا حاطط apostrophe الملكية وما حطش اس الملكية، فيبقى المنظر بهذا الشكل، الابوستروفي بعد الاس، تبقى دي حجرة المدرسين. تفرق كتير في الترجمة حضرات. teachers بأباصروفي اس يبقى حجرة المدرس، teachers بالاس وراء الأباصروفي تبقى حجرة المدرسين. لكن الجمع عايز اقول حمام الرجال، يبقى men's عادي أباصروفي اس، men's toilet. الجمع الغير منتظم أباصروفي اس زيه زي المفرد. ملكية المفرد أباصروفي اس، ملكية الجمع اس أباصروفي. ملكية الجمع الغير منتظم عادي جدا زي المفرد. يبقى زميلنا او زميلتنا اللي بيسأل، يعني الجمع اللي اخره اس بس احط بصره في بعد الاس؟ ايوه يا فندم، لان الجمع لو كان غير منتظم زي من، زي ومن، زي تشيلدرن، بتحط له ملكية بصره في اس عادية جدا. هيفرق معاك الكلام ده في الترجمة كتير، لو فهمته هيفرق ايجابا، ما فهمتوش هيفرق سلبا. تمام. يبقى هنا سيتز هو جمعها مدن وعامل لها الابوستروف بتاع الملكيه، يبقى ده اسم مالك جمع. اللي وراه بويز از ان اكزامبل اوف. بويز مثال على البلورال ناون ولا السنجلر ناون ولا السنجلر بوسيسيف ناون ولا بلورال بوسيسيف ناون. كلمه سيتز مش محطوط قدامها علامه التنصيص، فبالتالي دي مش علامة تنصيص، دي أباصروفي. لكن بص كلمة بويز، في هنا علامة تنصيص وهنا علامة تنصيص، يبقى هو حاططها بين علامات تنصيص، ودي مش أباصروفي، يبقى ده اسم جمع بس. يبقى ده اسم جمع بس، دي مش أباصروفي دي. واخد بالك أنا بقول إيه؟ هو حاطط قبل بويز كده وبعد بويز كده، يبقى دي علامات تنصيص مش أباصروفي. يبقى دي بلورال فقط، جمع فقط. Which noun below is a collective noun؟ ايه الاسم الكليكتيف ناون هنا؟ women
دك اللي هو البط يعني، family children. بتقول family عشان فاكرها ولا مقتنع بيها؟ مقتنع طبعا. family collective noun اسم مفرد يدل على مجموعة من الناس. Which word shouldn't be capitalized because it's common noun؟ أنهي كلمة ما يجبش أنها تبدأ بحرف كابيتال لأنها اسم شائع مش اسم علم؟ Flower, Dallas, Texas, Hurricane Harbor. هو عايز اللي مش اسم علم. برافو برافو. هي ايه طبعا؟ Flower. ده common noun، ده أي وردة في الدنيا اسمها Flower. لكن Dallas ده اسم مدينة، Texas ده اسم ولاية، هاريكين هاربر ده اسم إعصار، يبقى أسماء علم دي. برافو. Which of the following is not a common noun؟ أي من التالي ليس اسما شائعا يعني اسم علم، عايز الاسم العلم هو كده. Teacher, dog catcher, apple, applebee's. اخترتوها عشان أولها حرف كابيتال ولا فاهمين؟ هو عايز الاسم العلم. طب teacher ده مش اسم علم، ده اسم يطلق على أي مدرس في الدنيا. أبل مش اسم علم يطلق على أي تفاحة في الدنيا. دوك كاتشر اللي هو بيمسك الكلاب، أي حد بيمسك الكلاب اسمه دوك كاتشر، يبقى دي كومن ناونز دي. لكن أبل بيز اللي هو نحل التفاح، نحل التفاح نوع أو فصيلة خاصة من النحل، يبقى الفصيلة دي اللي اسمها كده بس مفيش غيرها يطلق عليه كده، يبقى ده اسم علم. Identify the common noun or nouns in the following sentence from Flowers for Algernon. That crazy TV kept me up all night. ولك هذا التلفزيون المجنون تخلاني سهران طول الليل. عايز الأسماء الكومن، الكومن اللي مش علم. TV ونايت ولا TV بس ولا نايت بس ولا كبت؟ بيقولي Identify، حدد لي the common noun. noun ازاي كبت noun؟ كبت ده فعل، ده اساسا اول واحده تبعدي عنها دي. ادي هات الكتير اللي انا شفتها دي. الاولى طبعا تي في، اي تلفزيون في الدنيا اسمه تي في، واي ليله في الدنيا اسمها نايت، يبقى دي الكومن ناونز. Identify the concrete noun او nouns in the following sentence from Flowers for Algernon. They crashed to the floor shattering and sending bits of white china under the tables. عايز الكونكريت ناونز بالظبط. تيبلز، تشاينا، فلور، دي الاسماء الايه الماديه. لكن شاترينج اند سيندينج دي افعال. زي ده ضمير، كراشت ده فعل، واندر ده ظرف. يبقى انا عايز الاسماء اولا، يبقى تيبلز، تشاينا، فلور. طب حد يقول لي تشاينا هنا معناها ايه؟ تشاينا هنا معناها ايه؟ ليه أكيد مش الدولة يعني؟ طبعا هي أكيد مش الصين، لأنها لو الصين كان كتبها أولها حرف كابيتال، لأن الصين اسم دولة يبقى اسم علم، فاسم العلم متفقين يكتب أوله حرف كابيتال في أي مكان في الجملة، مكتوب سمول مش مكتوب كابيتال. وإزاي وايت تشاينا الصين البيضة يعني؟ أكيد لأ. بيقول لك اتحطموا على الأرض وتبعثروا وأرسلوا قطع الصيني الأبيض تحت الترابيزات. ايوه تركز كده علشان ما يجيش يسالك سؤال في نفس الجمله دي ويقول لك طلع لي من الجمله دي proper noun اسم علم، ويجيب لك تشاينا دي في الاختيارات. طبعا هنا مش جايه اسم علم، مش جايه اسم دوله، هنا مش اسم علم خالص، فابعد عن هذا الاختيار. تمام. Identify the collective noun or nouns in the following sentence from Flowers for Algernon. Bert, who is in charge of the experimental animals in the group. عايز الاسم الكوليكتيف. Group طبعا. Group هي الاسم الكوليكتيف. Animals ده اسم جمع. احنا قلنا ايه الكوليكتيف ناون؟ الناس نسيت؟ لحقنا؟ الاسم الجمعي الكوليكتيف ناون هو. كوليكتيف ناون هو ايه؟ اسمه مفرد. حطيها حلقة في مناخيرك يا نسا. مفرد. تختاريش اسم جمع وتقولي ده كوليكتيف ناون. ده اسم جمع animals ده. جروب مجموعة، اسم مفرد هو بس بيدل على مجموعة من الناس.